السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم من مدينة الرباط وبالضبط في شارع تماره. الثمانينات وقعت هذه الحلقة. هذه شاد شارع تماره هذا كان عرف واحد سلسلة ديال السرقات متتالية على مدى عدة أيام، سرقات بالكسر، محلات، ديور خاوين. المهم الناس ولاو كيشعروا بعدم الأمان، يعني السرقة كثرات تماه. هادشي تنهال المصالح الأمنية لأن الشكاية طويل الحال، داروا واحد الاجتماع وقالوا غنديروا واحد الفرق ليلية أمنية مختصة في المراقبة ويشوفوا أشنو واقع تمايا وربما نشدوا السارق أو السارقين. هذا الشيء اللي داروا فعلا نيت، عينوا واحد الفرقة أمنية ليلية فيها بوليس، غير بوليس عادي، بوليس بالكسوة ولكن راكبين على الماطر، كيدورو بالليل ومع الصباح بكري كيشوفوا أشنو كاين. ومع ذلك السرقة باقة مستمرة، اللي حتى واحد النهار أو لواحد الصباح بكري مورا الفجر، ويلاه يلاه صلاو الناس الفجر، كينتابه واحد البوليسي كان كيدوز على أو كيدور على الموتور ديالو، كينتابه واحد السيد. السيد هذا غادي بوحدو في ديك البلاصة وجاه بحال مشكوك في الأمر ديالو، هو مشى عندو ويطلب منو البطاقة الوطنية ديالو، دار راسو بحال كيجبد في لاكارت ويقول لي اجي بعد تاع اشنو كدير في هاد الساعه وفين كتسكن. اللي طرح لي الاسئله هذه هو هرب الراجل ويتبع البوليسي، يتبعو ويدرك ليه ورا واحد السور. البوليسي تابعو غير بالموتور، ملي درك ليه ورا السور دار راسو داك البوليسي بحال ما شافوش، هو بدا يديماري بالموتور على اساس انه بعد البوليسي ورا بقى واقفه بلاصتو داك البوليسي. ملي عرف هذاك الشفار او هذاك خونا، دابا باقي ما عرفناش واش هو الشفار ولا لا، هذاك خونا عرف البوليسي ملي سمع الصوت تاع الموتور انه تحرك خرج. ملي خرج انتبه البوليس اصلا باقي واقف بلاصو، هو يتبعو ويهرب، حاول انه ينقز من واحد السور ويدير داك الجهه الاخرى. هنا البوليسي اضطر انه يستعمل السلاح الوظيفي ديالو وضربو الساق ديالو طيحو. هادشي هذا علم به الرؤساء ديالو، جات لومبيلونس هزات هاد خونا هذا وداتو للسبيطار. هي هاديك التحق العميد رئيس الدائرة الأمنية تاع تما، التحق بالمستشفى لقى داك البوليسي عاود لافير كدير، دخل على داك خونا اللي ضربو بيه رصاصة في السبيطار، كان مازال تحت الرعاية الطبية ديال الأطباء. ولكن اللي اكتشف العميد هو أن هاد السيد هذا اللي ضرب برصاصة ماشي شي واحد شاب او لا مراهق او لا وجه الحبس او لا شي حاجه، وانما راجل بعقله اللي حيدته كبيره وفي عمره اكثر من 50 عام، راه واحد 54 عام ولا 56 عام، وكيبان عليه الوقار، كيبان انسان عادي ما تعطيش انه شفار او شي حاجه. هادشي دخل الشك العميد، سأل مع داك البوليسي قال لي اش وقع هذا ما بين فيه كاع شفار ولا مشكوك في امره. قال لي انا مهم بان لي بحال ما هكاك، انا ملي قلت لي وقع هاد لاكارت ناسيونال ديالك هرب، شكيت فيه تبعته، حاول انه ينقص الصور وغادي يفلت مني، اضطريت انني نضربو بهاديك برصاص ديالي باش يوقف. هي هاديك فاش العميد سول هذاك خونا اللي طاريح الفراش دابا، سولو وقال لي اشنو كدير وشكون كنت وفين كتسكن والمعلومات كاملة عليه. قال لي اودي انا ساكن في حي الملاح، عندي واحد المحل ديال الخضره، كنبيعو نشرف الخضره، وتعودت كل نهار ملي كنصلي صلاه الفجر مع الجماعه كنمشي في هذاك الطريق. فاش ضربني البوليسي في هذاك الطريق كنمشي لسوق الجمله، يعني المارشي كنتقد الخضره ديالي وكنرجع. وفي الهضره ديالو كان هذا الراجل هذا كيلح على انه كيصلي كل نهار صلاه الصبح مع الجماعه قبل ما يمشي للمارشي الخضره. وزاد هذا الراجل هذا قال البوليس تقدروا تاكدوا من هادشي هذا ملي تسولوا الامام والمؤذن تاع الجامع اللي موالف كنصلي فيه انا كل صباح، راه كل صباح كنصلي الصبح تمايا، عاد كنمشي للمارشي الخضره كنجيب الخضره ديالي وكنمشي للمحل ديالي نبيع ونشري مع راسي، انا تاجر ديال الخضره كنبيع ونشري في الخضره، ما عندي لا مسارقات لا حتى شي حاجه. وفي الحضره ديالو هذاك الراجل اللي دابا طارح فراش كيحاول انه يتهم البوليس انه تعدى عليه، انسان غادي عالي ضربه بفردي، يعني باغي يوهم الناس انه الوضع بحال ما هكا ماشي مشكوك في امره او شي حاجه. هنا البوليس داروا عليه فعلا نيت واحد البحث في حي الملاح، في السكنه ديالو والجامع اللي موالف يصلي فيه، كل شيء شكره، كل شيء يقول هذا الراجل اللي عمره دار وانسان واقور ومحترم ولا عمره دار وديما كيصلي صلاه الصبح الجماعه،
يعني إنسان مزيان. العميل ولا محتار في هاد القضية هادي. في نفس الوقت هاد خونا اللي طالع الفراش هو راجل مزيان، الأقوال اللي كيقول صحيحة، وفي نفس الوقت هذاك البوليسي اللي ضربه بالرصاص تا هو الملف ديالو نقي وزوين، وهو معروف عليه هذاك البوليسي بدقة الملاحظة، وما كيزقلش شي واحد اللي كان مشكوك في أمره ولا شي حاجة، وما كيغلطش، ما كيغلطش في بنادم بتاتا. عنده بحال قلتي الحاسة السادسة. هنايا داك العميد بقى غير كيجاوب، قال اش نديرو دابا في هاد القضية هادي؟ ما بغاش يضحي بداك البوليسي، يعني الله يستر الى تبتاد ضد البوليسي، انه راه غير ضربو هكاك بدون سبب، راه غتمشي فيها، يقدر يمشي يتابع قضائيا يعني. كاع البوليسي قال العميد اودي هاد السيد هاد اللي ضربتو انا بالرصاص، راه هذا غيكون 100% هو اللي كيشفر الديور، هو اللي كيشفر دوك المحلات، راه هو السارق. انا عيني ما كتخيبش، هاد خونا هذا راه اكيد راه هو الشفار، هذا هو السارق اللي حنا كنقلبو عليه. وباش ياكد العميل الهضره ديالو قال ليه شوف، لاحظ دابا ملي دابا هو في السبيطار، شوف واش تسجلات شي سرقه تما في ديك البلاصه، شوف واش شي واحد جا شكا في الكوميساريه على شي سرقه ديال المحل او الحانوت او دار او شي حاجه. فعلا نيت العميل لاحظ القضيه، انا حتى شي سرقه ما تمات، هذوك الايام كامل اللي قدام خونا هذا في السبيطار كانت الامور مزيانه. ايوا دابا العميد ولا محتار، شكون اللي يتيق؟ واش يتيق البوليسي اللي كيقول انا شكيت في الامر ديالو، راه هو السارق 100%، هادشي علاش قلت ليه وقف ملي بغى، ما بغاش يوقف هرب ضربته بالرصاص، او اللي يتيق هاد الراجل اللي طاريح الفراش دابا وكيبان عليه الوقار والاحترام وسولنا عليه الناس وانسان محترم، وكيقول البوليس انه كان غادي عادي في الشارع ديالو بحالو بحال الناس، تعرض ليه البوليسي وطلق عليه رصاص غير تعدى عليه. هادشي اللي غادي يخلي هذاك البوليسي الا ما كانش عنده الدليل بانه استدعى الظروف انه يطلق عليه رصاص، فغادي يكون معرض للمتابعه القضائيه. بينما هذاك الراجل اللي دابا هو بارك في السبيطار كيقول لي انا بريء من الهضره هذه كامل اللي كيقول البوليسي، الهضره ما صحيحاش، انا كنت غادي عادي غادي في حال سبيلي، تلقى ليه البوليسي تعدى عليا ضربني برصاص. وباش تأكدوا كيقول البوليس، هو باش تأكدوا ديروا بحث في هاد النازلة هادي وعرفوا الحقيقة، أنا راني راجل مزيان وإنسان داخل فوق راسي، كنبيع الخضرة على راسي، ما ديال صداع ما ديال مشاكل، ما سارق ما والو. هي هاديك العميد قرر أنه يدير واحد البحث وواحد التحري ديال بصح باش يعرف الحقيقة من هاد الشي كامل. أشنو دار؟ هاد خونا هاد اللي طالع الفراش دابا بقى في السبيطار 7 أيام، 7 أيام وما حاضرين البوليس، واحد جوج مفتشين واقفين قدام الباب ديالو في السبيطار. مزيان، اول ملاحظه كيلاحظها هو ان تا واحد ما جا زارو، تا واحد ما جا شافو في السبيطار، تا واحد ما جا عندو، لا اصدقاء لا عائله لا اهل لا حتى حاجه، وحيد السيد. الملاحظه الوحيده اللي لاحظ هذاك المفتش اللي واقف ليه قدام الباب قال العميد، قال لي ودي راه واحد السيد كان جاي عندو يلا بغى يدخل ويكتشف رجال الامن واقفين قدام، شافنا حنا واقفين قدام الباب، هو رجع دار بلاصو بحال دار مع هضر مع شي واحد ويرجع في حالاته، تبعناه غبر وسط بنادم، ما بقيناش عرفنا فين مشى. هادشي خلى الشك يتسرب في النفس ديال العميد، وقرر انه يدير واحد البحث ديال بصح ملي غادي يخرج من السبيطار، وكلف واحد جوج مفتشين انهم يراقبوه ويكونوا بحال الظل ديالو ويعرفوا عليه اي حاجه. عاودوا البوليس مشاو سولوا الامام والمؤذن تاع الجامع اللي كيصلي فيها دخول هذا، اكدوا لهم بان هذا السيد هذا كيصلي يوميا الصبح، يوميا كيصلي الصبح، ما كيزقل حتى شي صاله ديال الصبح. مع واحد الملاحظه خداه هو البوليس بعين الاعتبار، وهي ان خونا هذا كيصلي غير الصبح، صلوات الاخرين كاع ما كيصليهم، مع ان المحل ديالو ديال البيع والشراء ديال الخضره قريب للجامع ما بعيدش منه بزاف، كيصلي غير الصبح هويا. سولوا عليه البوليس الجيران ديالو في هذاك السوق في حي الملاح، سولوا عليه مول الخضر اللي حداه، مول الماشنا اللي حداه، اكدوا ليهم كاملين بان الراجل مزيان ومعقول دخس راسو، انسان واقور محترم جدا. مول الخضره قال لهم السيد هذا راه راجل مزيان ومعقول، ما كضيعش وقته في الملاهيات، لدرجه انه ملي كيسالي كيسد المحل ديالو ديال الخضره في العشيه كيتحول الى بيع المواد المستعمله في باب السوق، سوق الملاح. هذه المعلومة كانت غريبة بالنسبة للبوليس،
ومن خلال لاكارت ناسيونال لهاد خونا هذا كيتضح للبوليس بانه داير محل السكنه ديالو هو نفسه هذاك الدكان ديال الخضره، يعني على هذا الاساس هو كيبات في داك الحانوت ديال الخضره. ولكن العساس ديال السوق اكد البوليس بان اصلا هو داك خونا ما كيباتش في داك المحل، وانما ملي كيسدو ملي كيسالي البيع ديالو وكيسالي السوق كيخوى كينصرف الحال سبيلو، يعني ما كيباتش فيه. هي هذيك دابا البوليس غادي بوليس سيفيل جاو داروا راسهم بحال كيتقداو مع دو خضره او شي حاجه، وكيلاحظوا الداخل تاع المحل اشنو فيه، كيلاحظوا فيه غير الخضره صافي، ما فيه لا اواني ديال الطبخ لا بوطه لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه كتدل على ان هذا المحل ساكن فيه شي واحد. وحاجه اخرى لاحظوها البوليس اللي كيراقبوه انه النهار كامل ما مشاش للجامع، مع العلم انه كيسمع الاذان وغير قريب ليه غير قريب ليه الجامع. ومع 9 ديال الليل بالضبط ملي سد المحل ديالو وكان السوق الملاح خوق صافي ما بقى فيه حتى شي واحد، خرج ومشى على شارع القناصل شوي دار جهة درب الحوت، شويه مشى لواحد الدار حدا الحمام دخل ليها. هاد المعلومات توصل بها العميل اللي شاد الملف، هنايا ولا محط شبهة ومحط انظار البوليس ديال بصح، وخاصهم يعرفوا اشنو كاين. سيغتو انه ملي تصاب وملي كان في المستشفى وملي خرج منها ما تسجلت حتى شي حالة ديال السرقة في شارع تمارا او في الاحياء المجاورة او المناطق المجاورة، كانت الامور كاملة على خير وبخير. وهذا الشيء كيأكد حاجة واحدة، كيأكد بان هاد الملحية الكحلاق اللي كيقول انه مواظب على الصالة ديال الصبح هو مول فعلا هو السراق. هنايا كان ولا بد انهم يدخلوا للدار، هاد الدار هاد اللي شافوه دخل ليها ويقلبوها، خداو الاذن من النيابه العامه عطاتهم الاوكي باش يدخلوا ليها. مشاو استمروا عليه في الصباح بكري كيتسناه انه يخرج يصلي الصبح على حساب ما كيقول، ما خرجش مشى صلى الصبح، ما مشى ما والو، فات صلاه الفجر تقريبا واحد نص ساعه بحال هكاك، قرروا انهم يمشيو يدخلوا ليه للدار. دقوا عاوتاني شويه ويفتح، ملي فتح لقى البوليس حاول انه يسد الباب، حاول انه يمنعهم انهم يدخلوا، ولكن دخلوا عليه بالقوه، دخلوا اكتشفوا شي حاجه رهيبه. كانت هاد الدار هادي بحال شكل ديال شي ديبو ديال السلعه، يعني كان واحد المخزن ديال السلعه اللي هو كبير بزاف بحال شي مغاره ديال علي بابا. لقاو البوليس بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المسروقات، بزاف ديال السلعه كانوا موالها ديكلارا على اساس انها تسرقات ليهم. صافي هنايا دبو الحي هذا شاف تعيا ولا غير كيدور في عينيه، ما لقى ما يقول، اختصر المسافة على راسو على البوليس واعترف، قال لهم بانه هو اللي نفذ جميع عمليات الكسر والسرقة في شارع تمارا والاحياء المجاورة لها من ديور ومن محلات وما الى ذلك. وباش يوهم الجيران والناس اللي كيعرفوه بين لهم الورع ديالو والتقوى ديالو، كان كل صباح بكري ضروري كيحافظ على ديك صلاة الفجر، كيصلي صلاة الصبح في المسجد ديال الحي الملاح او السوق ديال الملاح، كيصلي صلاه الفجر تمايا وكيحرص باش يشوف المؤذن والامام ويسلم العباد الله تمايا باش يعرفوا كل شيء، التقوى ديالو والاحترام ديالو والوقار ديالو. وهذا الشيء هذا علاش كان كيديرو، كيوجدهم باش الى طاح شي نهار يديرهم كشهود باش يجيو البوليس يسولو يقولوا الله يودي داك السيد راجل مزيان كيصلي صلاه الصبح يوميا هنايا، هذا الشيء علاش كيوجدهم. وبصراحة هو وصل للمبتغى ديالو، كان غادي يتلف البوليس لأنه ملي سولوا الناس سولوا الإمام المؤذن كل شيء شهد ليه بالوقار والاحترام وأنه راجل مزيان وكيصلي صلاة الصبح مع الجماعة معانا. ولكن الحنكة ديال البوليس تبعوه اللي احتحدوه وحقه في النازلة مزيان. وكيفاش كان كيدير العمليات الإجرامية ديالو؟ كان كيعزل هذاك المحل اللي غادي يسرقو او الدار اللي غادي يسرقها، من بعد ما كتكون خاويه ما كاين حتى شي واحد كي لوكاليزيا مزيان، كيمشي بالليل ملي كيخوى كلشي الدنيا كتخوى وكلشي كيخوى، كيمشي كيكسر هذاك الدار او هذاك المحل، كيدخل كيشفرو اي حاجه غاليه اي حاجه ساويه كيهزها كيديرها في واحد العربه ديال الدفع بحال كروسه كبيره كيديرها فيها، ومن الفوق داير واحد الطابله ديال الخضره وكيجيبها للسوق، كيدخل كلشي للحانوت، الحانوت ديال الخضره ديالو كيخبيها تمايا وكيخلي غير الخضره في الواجهه،
وملي كيبيع الخضرة بالنهار كيبيع الخضرة، وبالليل كيدير داك المسروقات ديالو في الكروسة، وملي كينفض السوق اولا كيسالي كيدير داكشي اللي سرق يبيعو في بيع المواد المستعملة اولا السلع المستعملة. هنايا العميد ارتاح وعرف بان داك البوليسي ما دار الا الخدمة ديالو والواجب اللي عليه دارو، الحدس ديالو كان هو هداك، عرف بان خونا مشكوك في امره ولهذا وقفه، ولكن ملي ما امتثلش الاوامر رفع عليه السلاح وضربه بهذيك القرطاسه على رجلوه. هاد خونا ابو لحيه تابعته المحكمه بتهمه السرقه الموصوفه والكسر مع ظروف تجديد وعطاته 10 سنين ديال الحبس. ايوا هنايا كتسالي الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.